هالعزاي كان تتحوش بعد يومين ثلاث، هالعزاي بشهر ما بقدر تتحوش. وامبارح بشالت يعني صار الهواء زوابع، اجى هواء قوي تضررت الكوسه يعني قدامكم، يعني شفت انت شايف الخضره كيف تضررت، مثلا الكوسه الخيار، شايف العمال كيف مثلا عم يشتغلوا بالنايلو عم يرجعوا مثلا اللي راح عم يجددوا ويحطوا نايلو جديد، وبعين الله يفرج الله. هاي والله ضحك ما ظل لا نايلو معلق بالسجار وخربت الديار خراب، ايش بدك تسوي؟ طيب امر الله، يعني اجى هواء قوي، يعني تفرج يا خيو تفرج، طلع هيك بعيونك تفرج انت هيك نظريا يا خيو، صار اجت هواء وقلع النايلو وخرب السجار وخرب البيوت، وايش صار يعني؟ هذا اللي صار. هذيك السنه اجت الثوره وهي السنه الهواء قضى على الرزق كلياته، يعني 70% الرزق راح منه. السنة زرعنا كوسة يعني بحوالي 10 دلمات، ويعني وصلتها بدنا نحوش وصار فيها زهر وكذا، واجى الهواء العاصفة لا ضل نايلو لا ضل شيء، وتكسرت شوفت عينك الكوسة وتأزمنا كتير، يعني كانت خسارة كتير السنة هاي. زراعة الأنفاق يعني بنحط الخرطوم والصياخ ونغطي بالنايلو، هاد بصير أنفاق يعني، وبنعيفه شغلة شهر شهر ونص عبين ما بيكبر النبتة فيها، بيلحق عبكير يعني شوي بنبيع بأسعار كويسة. والله خسائر يعني الحمد لله، يعني خسائر كبيرة، يعني خسائر يعني انت شايف يعني هلا مثلا عنده 4-5 دلمات، يعني حاط له النايلو، هذا النايلو كله راح، يعني راح مثلا البزر راح الشتل يعني، والعالم يعني بتتأمل من الله انه مثلا خيو يرجع مثلا يصير يعني بلكي تستفيد منه، يعني مثل هاي هلا قال كانت عالم متأملة مثلا بتحوش منه ليك، يعني متأملة العالم بتحوشه مثلا بعد 4-5 ايام، يعني يجوز مثلا 20 يوم ما بقى بتحوش هاي. ذبحنا ورجعنا.